السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله هنبدأ دورة تأسيس اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. معانا إن شاء الله كل واحد هيستلم اسم مستخدم وكلمة مرور. طيب هنشتغل إزاي بيها أو هنستخدمها إزاي؟ إحنا عارفين لو هنشتغل الأول من على كمبيوتر أو لابتوب، عارفين جوجل مايكرو جوجل كروم، فهروح في العنوان فوق شريط العنوان كده أهو، في الحتة دي كده اهو، ادوس هنا اهو واكتب نيو دوت ادمودو دوت كوم، نيو دوت ادمودو دوت كوم. انا مجرد ما كتبت حرف ال ان هو كتب لي العنوان ده، فهدوس على انتر، هاخد اللوج ان، ولو بالعربي هيكون تسجيل مش تسجيل الده، تسجيل دخول، هيكون تسجيل دخول او اللوج ان. تمام. ولو حابب اغير اللغة، في من تحت خالص في اللغة اهو، هختار العربية، هتتغير معايا للغة العربية. يبقى تاني عشان اغير اللغة انزل لتحت خالص، هلاقي كلمة اللغة هنا هو، هختار اللغة العربية وادوس تسجيل دخول. انا عندي هدخل بحساب اسم المستخدم اللي هو هيبدأ بتأسيس، على سبيل المثال واحد، وهدخل كلمة المرور اللي أنا بعتها لحضرتك وأقول له تسجيل دخول. بس كده، مجرد ما عملت كده هو حضرتك كده أنت دخلت جوه الفصل. هتلاقي الفصل أهو، هتلاقي اسمه تأسيس طلاب الصف السادس. لو دخلت عليه كده، ده الفصل بتاعنا. أي منشور، أي واجبات هتتنشر هنا. لما هنعمل اجتماع إن شاء الله، هنشر او هنعمل قصدي حصة تفاعلية، هنشارك مع بعض صورة وصوت ان شاء الله، فهيكون رابط الاجتماع هنا هو. اما لو هندخل من خلال الموبايل او التابلت، فاحنا عندنا هيكون بالشكل ده. فهناخد الجوجل كروم برضك، وهكتب في شريط العنوان من فوق، هكتب برضك نيو دوت ادمودو دوت كوم، هدخل عليها، هعمل تسجيل دخول. هكرر تاني، مش هعمل تسجيل، انا هعمل تسجيل دخول. للعلم، في لو دخلنا في المتجر هنلاقي ان ممكن انزل تطبيق، مش عايزين اللفة دي الايسر والاسهل. هنعمل تسجيل دخول، هكتب نفس الكلام في اسم المستخدم من هو، هكتب الاي دي اللي اديته لحضرتك اللي هو زي ما قلنا تأسيس، فلنفرض واحد. وهنا في الخانة التانية، المستطيل التاني، هكتب كلمة المرور. ده مثال اللي انا اديتها لحضرتك. هنعمل تسجيل دخول. انا عندي على موبايل عند حضرتك، اعمل سيف. تمام، عشان خاطر مش كل مرة تدخل على نيو ادمودو يروح يقول لك هات البيانات. في ميزة جميلة ان انا لازم، يعني يفضل ان انا طالما شغال على الموبايل ادوس على الثلاث نقاط اللي فوق دول واختار الشكل ده ديسكتوب سايت. طب ليه؟ عشان يحول لي الموبايل بتاعي كأنه كمبيوتر، اقدر اشوف كل حاجة بشكل لذيذ. تعال نشوفه، بصوا كده، مجرد ما دوست كبر لي الشاشة هقدر أشوف الصفحة بتاعتي وأشوف الواجبات بتاعتي. الناحية اللي على الشمال دي اللي في الأبكامينج هيكون فيها الواجبات، لو في واجب هيترفع. الفصل بتاعي، الفصل بتاعي اسمه تأسيس الصف السادس، هدخل عليه. مجرد ما هيشوف منشورات هنتابع مع بعض. هنا هو في ده المساحة اللي هنشتغل فيها، ده المكان اللي احنا هيكون بيجمعنا. وهرمي كل يوم او بعد يوم هنبقى فيه زي حصة تفاعلية، هرمي رابط ليها وهنزل لكم فيديو ازاي تدخلوا بردك عليها من خلال الرابط، من خلال الموبايل ومن خلال الكمبيوتر.